الانتربريتيشن هذا مالته كلش مهم. هو قايل انه around 41 of HIV cases among uncircumcised male are attributable to lack of circumcision. تمام، يعني 41% or 40.7 من ال HIV among the uncircumcised male، هاي قلنا جوها 20 خط احمر. تمام، وين يعني among يعني تقريبا 41% من ال outcome بالexposed group نفسهم نتيجة الاكسبوجر. يعني 41% هاي حطوها يعني مثل رول انه من ال كي من ال outcome بالexposed نتيجة الاكسبوجر. تمام، اما ال population attributable risk اللي هو اخر مطلب بال يعني سؤال اللي هي نقول الانسيدنس مال بوبوليشن ناقص الانسيدنس بالاكسبوز على الانسيدنس مال بوبوليشن في 100%، نحن حاسبها. هو ماخذ البوبوليشن الانسيدنس مالتهم التوتال يعني كلهم، هذه حاسبهم هنا 172 على 5516 فحاسب لي اياهم. طبعا بس هنا ناقه يعني ناقل الرقم غلط، هنا كاتب 162 هو 172، فبس يعني ما تحلو يعني الرقم مكتوبه صح. المهم يعني هو مطلعها، يعني نفترض انه النتيجه صحيحه، نفترض مطلعها 2.94 واني هذا اصلا مال الانسيدنس مال ان اكسبوز مطلعته في 100% راح يطلع لي هذا الرقم. الانتربريتيشن مالتنا احنا قلنا انه مال بوبوليشن اتريبيوتابل ريسك بيرسنت هو هذا وين وي كونسرن اور فوكس on the population. فالانتربريتيشن مالتي اقول انه هل قد نسبة من ال HIV cases بالpopulation نتيجة الاكسبوجر، يعني هل قد نسبة من ال outcome بالpopulation نتيجة الاكسبوجر. هذا انتربريتيشن، هاي يعني طريقة اولى بالانتربريتيشن. اما الطريقة اللي هو يعني دكتور فارس كاتبها انه نقول if circumcision is applied to all male، يعني اذا انا طبقت circumcision الختان لكل الذكور around 33% من HIV cases will be prevented or يعني راح تطلع، يعني ما راح تصير تمام eradicated. هنا احنا يعني هنا نفس الحشي اللي حكينا قبل شوي بس بغير صيغة، انه هو بدل ما قايل انه نسبة 33% من ال HIV cases نتيجة بالpopulation نتيجة ال lack of circumcision، قايل إذا طبقناها بالpopulation يعني to all males، يعني all males يعني لكل population، قلنا إذا طبقناها ف 33% من ال cases راح تروح، يعني هي نفس الفكرة.